Sam Hill. ليل جميل زاهر والبدر فيه ساهر يوسف عمر رجل كرس حياته الغنائية في أداء المقام العراقي، وذلك منذ أن بدأ الاهتمام بالغناء المقامي، حيث غنى معظم المقامات كبيرها وصغيرها، وقد أجاد ونجح في جميعها على وجه التقديم، وأداءها أو أداها بنضوج فطري ترافقها خبرة طويلة في الممارسة، إضافة إلى الموهبة التي يتمتع بها، إن المقامات التي غناها يوسف عمر تكشف النقاب عن إمكانية مثيرة في الجماهير أو إثارة الجماهير. وقد امتاز يوسف عمر بطريقة أداء وأسلوب غنائي واضح المعالم، جاء بالفطرة دون قصد منه، أي إن طريقته الغنائية السهل الممتنع، ولعل هذه الميزة التي انفرد بها يوسف عمر من أهم أسباب نجاحاته في الأداء وبناء مجده أو بنى مجده الذي لم يكن يوسف عمر قد حسب له حسابا كما يبدو. يقول قارئ المقام وأستاذ حسين الأعظمي: كنت شخصيا أستعين